نعم، يعني لا زال القصف الجوي والمدفعي متواصل على مختلف محافظات لقطاع غزة خلال الساعات الأخيرة. نفذت الطائرات الحربية عدة استهدافات في مدينة غزة، الأمر الذي أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى، من بينهم مركز إيواء التابع للأونروا في حي الصبرة وسط مدينة غزة، بالإضافة إلى عدة استهدافات وسط القطاع وتحديدا في مخيم آل بريج. استهدف منزلا مكون من عدة طبقات يعود لعائلة الإبراش. حتى هذه اللحظة تم انتشال 7 جسامين، وما زالت طواقم الدفاع المدني تبحث عن جسامين تحت ركام المنزل الذي تم استهدافه، بالإضافة إلى عدة غارات على مدينة دير البلح وسط القطاع ومخيمي المغازي والنصيرات. هذا بالإضافة إلى استمرار العملية البرية الموسعة في مخيم جباليا شمال القطاع، حيث ما زالت القوات الإسرائيلية تتوغل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، الأمر الذي أدى لوقوع عدد من الشهداء والجرحى، فيما تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي للقوات وتخوض اشتباكات عنيفة حتى هذه اللحظة. بالأمس أعلن كتاب القسام وسرايا القدس عن تنفيذ عدة عمليات في اتجاه قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة، الأمر الذي أدى إلى مقتل عدد من الجنود وإصابة آخرين، وتم هبوط طائرة مروحية ونقلت الجنود الذين تم قتلهم وإصابتهم. واعترف الجيش الإسرائيلي بذلك وقال أنه يواجه معارك عنيفة وضارية مع الفصائل الفلسطينية في مخيم جباليا شمال القطاع، واستمرار العملية زاد من معاناة الفلسطينيين، وعمليات النزوح التي ما زالت متواصلة في مخيم جباليا شمال القطاع باتجاه غرب مدينة غزة. هذا أيضا بالإضافة إلى استمرار العملية البرية في مدينة رفح جنوب القطاع، حيث القوات الإسرائيلية تواصل قصفها الجوي والمدفعي على الأحياء الشرقية للمدينة ووسط البلد، الأمر الذي أدى أيضا إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى، وتم نقلهم إلى مستشفى الكويت التخصصي ومستشفى ميداني أقامته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حي تل السلطان غرب المدينة. أيضا في التطورات الميدانية، صباح اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي عن انتهاء عمليته العسكرية في حي الزيتون شرق مدينة غزة، والتي استمرت مدة 6 أيام. وفي هذه اللحظات تقوم طواقم الدفاع المدني والإسعاف بانتشال جثامين الشهداء. حتى هذه اللحظة بحسب بيان جهاز دفاع المدني أنه تم انتشال أكثر من 10 فلسطينيين من حي الزيتون بشرق مدينة غزة، وبحسب أيضا شهود عيان أن الحي تعرض لتدمير كامل جراء العملية العسكرية التي استمرت 6 أيام. وبدأ صباح اليوم منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي بدأ السكان عادوا إلى الحي لتفقد منازلهم وبيوتهم، ولكن كان حجم الدمار كبير نتيجة هذه العملية التي استمرت 6 أيام. لو انتقلت للحديث هولير عن الأوضاع الإنسانية والصحية، نحن نتحدث عن استمرار إغلاق معبري كرم أبو سالم التجاري ومعبر رفح البري، وحتى هذه اللحظة وإسرائيل تمنع دخول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى سكان قطاع غزة الذين يتكدسون في المناطق مواصي مدينة خان يونس ورفح ودير البلح، حيث ما زالت تمنع دخولهم نتيجة استمرار إغلاق المعابر، الأمر الذي يفاقم من الأوضاع الإنسانية والمعيشية لهؤلاء السكان. وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة فإن هناك انتشار للبعوض والحشرات وانتشار للأمراض والأوبئة في ظل نقص الأدوية والمستهلكات الطبية، نظرا لعدم دخول كل ما يلزم لوزارة الصحة التي ناشدت الجميع بضرورة العمل على إدخال الأدوية والمستهلكات الطبية، بالإضافة إلى الوقود، حيث ما زالت تمنع إسرائيل إدخال الوقود. هنا مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، بحسب إدارة المستشفى
بأن ساعات قليلة تفصلها عن توقف المستشفى عن الخدمة بشكل كامل نتيجة عدم وجود الوقود الكافي لتشغيل المولدات الكهربائية، وهو ما يضع حياة المرضى والجرحى تحت خطر الموت. وطالبت بضرورة إدخال الوقود من أجل الاستمرار في تشغيل المستشفى الذي بات يقدم خدماته للنازحين من مدينة رفح ومن مدينة خان يونس، وهو نستطيع القول بأنه المستشفى الحكومي الوحيد الذي بات يعمل في محافظات وسط وجنوب القطاع بعد خروج مستشفى أبو يوسف النجار عن الخدمة، وتوقف مستشفى غزة الأوروبي أيضا عن الخدمة نتيجة نفاذ الوقود المخصص لتشغيله. لذلك الأوضاع الصحية كارثية، وبات المشهد مقلق لإدارة المنظومة الصحية في ظل تدهورها التي تتدهور بشكل غير مسبوق نتيجة نفاذ الوقود والأدوية والمستهلكات الطبية. لذلك يأتي ظل حالة من الجمود السياسي وتوقف المفاوضات بشكل كامل من التي كانت في القاهرة خلال الأيام الماضية، والتي كان يأمل السكان أن تكلل بالنجاح ويتم تتويجها بالتوصل إلى الهدنة. ولكن عملية رفح ودخول الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب القطاع أدى إلى توقف المفاوضات بشكل كامل، الأمر الذي يزيد من معاناة الفلسطينيين الذين يأملون وقف هذه الحرب بشكل كامل وليس هدنة مؤقتة. نعم، شكرا لك زميل عامر على جميع هذه المعلومات التي رصدتها من دير البلح، مراسل اليوم عامر الفرة، شكرا لك.